لكن كلمتك تبان لما تلمس وتحرر ربي انفاسك وصوتك مليان صفحات كتابك والسطور تشهد وتحكي عما قصدك لولادك كل, كل كلمه من كتابك تستاهل قدامها نقعد ما كفايه الوقت اللي ضاع حاجات فاكرينها بتسعد إدينا نفحص كلامك يا إنت لينا وما لينا ويغلى كلامك علينا في غربتنا وليالينا إذا حصل خلاف ما بين اثنين مؤمنين يعملوا إيه؟ يروحوا المحاكم ولا الكتاب عنده حل تاني؟ ده اللي بتتكلم عنه رساله كرونسوس الاولى في الجزء اللي بندرسه النهارده في برنامجنا فاحصين الكتب، ابقى معنا في جلستنا الحواريه. <applause> 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 أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم، أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة. عرفنا قبل كده إن تقسيم رسالة كورنثوس الأولى ممكن ينقسم لقسمين، الأصحات من واحد لستة، الرسول فيها يعالج مشاكل وأشياء سمع عنها من أهل خلوي أما في الأصحات من سبعة إلى ستاشر هو يجيب على أسئلة وردت إليه من مؤمنين كورنثوس سبب في الأصحات اللي فاتت أن الرسول عالج مشكلة الانقسام والانشقاقات في وسط كنيسة كورنثوس فأصح خمسة عالج المشكلة الكبيرة المرتبطة بخطية زنا الأخ مع امرأة أبيه هنا في اصحاح ستة بيبتدئ يعالج مشكلة أخرى قد تكون هذه المشكلة أقل خطورة من قضية الزنا في اصحاح خمسة لكن على ما يبدو أنها أكثر انتشارا لأن بيقول لنا في عدد سبعة في اصحاح ستة فالآن فيكم عيب مطلقا يبدو أنها منتشرة كانت بين مؤمنين كورنثوس وهي التقاضي عند الظالمين كان على ما يبدو بينهم خلافات على أمور أرضية تفه إذا كان أموال أو عقار أو بيوت أو ميراث فبدل من أن تحل هذه الأمور في الإطار الكنسي كانوا بيلجأوا وطبعا ده شيء مش مظبوط إلى المحاكم العالمية التقاضي عند الظالمين كده يبدأ في عدد واحد ويقول أيتجاسر منكم أحد وأعتقد جميلة ومعبرة كلمة أيتجاسر لأنه بيرتكب هذا الأخ شيء لا يليق باسم الرب وحضوره في وسط شعبه ولا يليق ايضا بالقديسين ومقامهم السماوي ودعوتهم السماويه وكانه عندما يتقاضى عند الظالمين كانه يعلن ان فيش في وسط الجماعه من يمتلك الاهليه ليحكم في هذه الامور البسيطه على اننا سنفهم في الايات التاليه ان القديسين مؤهلين لا ان يحكموا في الاشياء البسيطه لانهم مستقبلا سيدين ملائكه وسيدينون العالم فكيف يكون القديسين اللي مستقبلا هيدينوا الملائكة ويدينوا العالم ألا يكونوا مؤهلين أن يحكموا في هذه الأمور البسيطة من العار أن تكون في وسط كنيسة الله النجاسة والظلم في أصحاح خمسة كان فيه نجاسة في أصحاح ستة في ظلم ومحاكم الأخ يحاكم أخاه عند الظالمين فالكنيسة بتقوم بدور المحكمة والرب حاضر في الوسط لحل المشاكل ما بين الإخوة في ذات الاجتماع الواحد باعتبارهم أعضاء جسد ومزودين بفطنة روحية وخبرة روحية وعشان كده كان المفروض أنه هما مع بعض الروحيين يحكموا زي ما شفنا في اصحاح اثنين ان الروحي يحكم في كل شيء فاذا كانت مساله بسيطه ما بين اخين وخلاف بسيط ما بين اخين هذا لا يليق اطلاقا بقديسي اذا عملنا مقارنه بين اصحاح خمسه وسته لم يتحركوا لم ينزعجوا عندما حدثت خطيه ضد الرب لكنهم انزعجوا بشده وتحركوا والمحاكم اشتغلت لما في ظلم على امور تافهه. ده بيورينا الانسان. افتكر بنشوف نفس الماساه في سفر القضاه الاصحاحات الاخيره. حدثت وثنيه بشعه في سفر القضاه بدءا من اصحاح 17 ولم يتحرك احد وكان شيئا لم يكن. وبعدين حصل تعدي على واحد منهم. واعتدوا على سريته والراجل قطعها 12 حته وبعتها والدنيا قامت وكاد يفنى سبط من من اسرائيل ده بيورينا ان امور ربنا احيانا كتيره بتبقى رخيصه عند المؤمنين لكن امورنا نكبرها ينبغي العكس ان امور ربنا هي اللي يعني ده بنشوف الفضيله دي في موسى كانش يستحمل اي حاجه ضد الرب ولما يتكلم يحصل كلام ضده هو شخصيا أما الرجل موسى فكان حليما أكثر جدا من جميع الرجال الذين على كل وجه الأرض أمور المؤمن ممكن مش بس ما يظلمش طبعا المؤمن ما يظلمش لكن مفروض أنه يقبل الظلم يحتمل الظلم المسيح ظلم أما هو فتذل تاركا لنا مثالا لما بيكلمنا أنه اتظلم يقول تاركا لنا مثال فما فيش غريب أني أتظلم لكن هنا في ناس ظلمت وفي ناس تانية ما قبلتش الظلم مين الغلطان في الحالة الاثنين غلطانين اللي ظلم غلطان لانه ظلم واللي ما قبلش الظلم غلطان لانه لم يحتمل الظلم في المثل في الايه اللي حضرتك قلتها ان انا مثالا يختم بحاجه احب الفت نظر ليه عشان ما نشعرش ان قبول الظلم ده ضعف وبس لا كان يسلم لمن يقضي بعد انا انا عندي مشكله ان انا ممكن ابالغ او اقلل او لا اكون عادل طب وليه احمل نفسي يعني هذا الامر السيء ان انا اكون ظالم انا كمان اجي ارد الظلم عن نفسي فاظلم حد تاني لا في واحد عنده استعداد وحساباته مظبوطه 100% هو اللي بيقضي بعد تعجبني الايه الحلوه في مزمور 103 الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين حتى المثل البشري بيقول بات مظلوم وما تباتش ظالم وهذه حكمه يعني افضل جدا انك تتظلم بس ما تديش فرصه للشيطان عشان ما كبرهاش في دماغك لكن ما تباتش ابدا وانت ظالم خطر خطر بات مظلوم وخد روحك ناحيه الرب بالظبط ولا تباتش ظالم لانك مش هتقدر مش تروح ناحيه الرب مش ناحية تعمل ايه؟ لما بيقول يحاكم عند الظالمين طبعا هذا باعتبار على ان العالم كله يعتبر عالم ظلم زي بالظبط ما يعتبر المال اللي في العالم كمان مال ظلم بحسب ما يصف الرب في انجيل لوقا سليمان وصف هذا العالم مع ان كانت فتره ملكه من ازهى العصور فإذا رأيت ظلم الفقير ونزع الحق من البلاد فلا ترتع من الأمر. مزمور 82 بيتكلم عن هذا الأمر. حتى, حتى متى تقضون جوراً, جورا وترفعون وجوه الأشرار. دول القضاة. وعشان كده هنا الكتاب لأنه بيتكلم من الآخر مش مستني مقدمة ومؤخرة. يقول بتتحاكموا عند الظالمين؟ مين الظالمين؟ دول اللي مغمين عينيهم ويقول لك العدل أساسا. اه. شعار كده. لكن دول في نظر الكتاب دول الظالم الظالم لانه سمه العالم انه ليس خوف الله البته في هذا الموضع طابع العالم لا يخاف الله وبالتالي الظلم بيسود هو قاضي الظلم مش كان كده؟ لا يخاف الله ولا يهب ولا يهاب انس واحده ست ارمله مهيضه الجناح هتعمل له ايه؟ فولا سأل فيها بس عرفت تاخد حقها من اللجاجه لكن الرجل مفتري قاضي ظلم والرب فعلا في مزمور 82 يقول لهم اقضوا للذليل واليتيم أه. انصفوا المسكين والبائس نجوا المسكين والفقير بس هم عملوا العكس سحقوا المسكين اصحاح مقسوم نصين بيتكلم عن قضيتين قضيه المحاكم بين المؤمنين وقضيه الزنا او الفساد الادبي بعد كده في الاصحاح في ست مرات بيقول لهم الستم تعلمون ثلاثه عن القضيه الاولى ثلاثة عن قضية الثانية. وكأنه عايز يقول ان اساس تصحيح السلوك هو ان نتعلم الحق بطريقة صحيحة. الحق يقود الى حياة تقوية بكل تأكيد. اذا حبيت اعمل مقارنة ما بين ختام اصحاح خمسة وبداية اصحاح ستة، أقول بالنسبة للذين من داخل الآن نحن ندين الذين من داخل وعن قريب سوف ندين ملائكة وسندين العالم. الذين من خارج نحن لا ندينهم ولا نقبل انهم يدينوننا، فنحن لا نذهب الى الظالمين ونحط قضيتنا قدامهم، لا. الكنيسه ابسط اخ ممكن يصلح في هذه المسائل والا فاني ساقبل الظلم والرب قادر يرجع لي حقي مضاعف. نقرا عن المسيح باعتباره الديان كابن الانسان. لان الاب لا يدين احد بل قد اعطى كل الدينونه للابن. واحنا كمؤمنين بارتباطنا بالمسيح الديان لنا الحق ان ندين من خلاله. علشان كده لما بيتكلم الكتاب هنا عن اننا سندين ملائكه وطبعا هنا آصد الملائكه الاشرار يعني اعتقد ان في مواضع في كلمه الله بتتكلم عن دينونه الملائكه الاشرار مثلا في بطرس الثانيه اثنين عدد اربعه لانه ان كان الله لم يشفق على ملائكه قد اخطاوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم واسلمهم محروسين للقضاء أيضا في رسالة يهوذا عدد ستة يقول والملائكة الذين لم يحفظوا رئاستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام فمن خلال المسيح ابن الإنسان بارتباطنا به هندين ملائكة وهندين كمان العالم بحسب رؤيا عشرين رأيت عروشا جلسوا عليها وأعطوا حكما جميل أن المؤمن مش بس لا ياتي الى دينونه لكن هو معين مع المسيح انه يدين الملائكه ويدين العالم. فان كان لكم محاكم في امور هذه الحياه فاجلسوا المحتقرين في الكنيسه قضاة لتخجيلكم اقول اهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته، لكن الأخ يحاكم الأخ، وذلك عند غير المؤمنين، فالآن فيكم عيب مطلقًا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض، لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون وذلك للإخوة. في عدد أربعة بيقول فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فأجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة لتخجي لكم أقول أليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته عايز يقولوا أن المسائل اللي الإخوة دول مختلفين عليها مسائل مادية أرضية بسيطة كنيسة الله بتتناول أمور أعظم من كده أمور سماوية مش أرضية أبدية مش وقتية ولأن ول... لينا امتيازات وميراث سماوي فالأرضيات ما هياش الشغل الشاغل بتاعنا لكن على أي حال لو حصل اختلاف ومنشأوا الطمع بكل أسف وبكل حزن بين القديسين يكون وصيهم مطامع ده اللي بيعمل الحساسية وده كل واحد متمسك بممتلكاته وعايز حتى لو هترسي انه يظلم اخوه ودي روح جسديه بحته برضه جزء من الجسدانيه اللي كانوا فيها اخوه كورنثوس عايز يقول لهم انه اصغر اخ فيكم يستطيع انه يحكم في هذه المسائل بفطنه روحيه وبتمييز روحي بحكمه من الله ما فيش وسطكم ولا واحد حكيم انتوا كنيسة كبيرة بهذا الحجم وعددكم كبير جدا بالشكل ده وعندكم مواهب كتيرة جدا متنوعة ما فيكمش واحد حكيم يقضي بين الإخوة تضطروا تروحوا انتوا إلى قاضي من قضاة العالم الظالمين ده ببساطة اللي هو عايز يقوله يعقوب واحد خمسة افرض انه ما فيش بيننا حكيم طب زي بعضه من تعوزه الحكمه فليطلب ما, ما ينفعش تكون انتم كلكم ولا واحد حكيم ضعار في الكنيسه يعني ايه ولا واحد امال أنتوا بتعبدوا ازاي وانتم بتصلوا ازاي وأنتوا قريبين من الرب ازاي ما تعلمتوش حكمه طب اطلبوا اطلبوا من الله الذي يعطي الحكمه النازله من فوق وده اللي هيحل المشاكل ما بين القديسين الايه 6 كلام مؤثر للغايه طبعا لما بيقول لكن الاخ يحاكم الاخ طبعا لما بيستخدم كلمه الاخ هنا مرتين قد ايه مؤثره لان احنا عائله واحده في مكان اخر يقول اخوك الذي مات المسيح لاجله فلما يقف اثنين اخوه من عائله الله يحاكموا عند الظالمين وبالبلد ينشر الغسيل القذر والاخ يبرئ نفسه على حساب الاخر ويكذب اخاه اليس هذا تشويه للشهاده بالتاكيد تشويه للشهاده واهانه للاسم الحسن الذي دعى عليه وعشان كده دون الاولى ودون الثانيه، دون الحاجه الى الاولى اننا نجيب المحتقرين فيجلسوا في الكنيسه قضاه، ودون الحاجه الى ان نذهب نحن الى الظالمين لنحاكم. مش محتاجين لا لدي ولا لدي، المساله اسهل من كده، بيقولها لنا في عادات سبعه فالان فيكم عيب مطلقا، ايه هو؟ عندكم محاكمات بعضكم لبعض، لماذا لا تظلمون بالحريم؟ لماذا لا تسلبون بالحرب جميل في العبرانيين يقول قبلتم سلب أموالكم بفرح عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا يعني مش محتاجة الموضوع لضجة كبيرة لكن مين فينا إبراهيم ومين فينا لوط ما طول ما احنا الاثنين لوط هنمسك في بعض يعني واحد قال لما اتنين ابراهيم ده ما فيش فيش مشاكل اصلا فيش مشاكل اصلا لو واحد ابراهيم واحد لوط برضه ما فيش مشاكل المشكله هتعدي المشكله هتعدي لان حتى لو حصل ابراهيم قال له يا عم قسم واختار لكن المشكله بقى لما يكون لوط ولوط حقيقة. حقيقه المشكله بطرس <applause> بطرس يقول هذا فضل ان كان احد من نحو ضمير نحو الله يحتمل, يحتمل احزانا, أحزانا بالزرق. متالما بالظلم بالظبط كانه بيعاتبهم او بيوبخهم ويخجلهم انه ليس بينكم حكيم ولا يقدر ان يقضي بين اخوته كما لو كان مفيش حكمه او عداله في الدائره اللي بيسكن فيها الله وسط كنيسه الله مفيش عداله ومفيش حكمه تروحوا عند الناس اللي بره هم اللي عندهم العداله وهم اللي عندهم الحكمه عار انه يكون في كنيسه الله مفيش ولا واحد يحكم بالعدل لما بيقول لماذا لا تظلمون بالحري لماذا لا تسلبون بالحري؟ عايز بس اوضحها في قراءه تانية عشان تبقى اوضح للمشاهد. هو بيقول اما كان بالاحرى انكم تحتملوا الظلم واحرى بكم ان تتقبلوا السلب مش ده افضل؟ احتمال الظلم صعب بس مفيد. مفيد في حاجات كثيره جدا، اولا بيجيبني في صف الرب الذي ظلم اما هو فتزلت. وبأحظى بكل يعني إنجاز التعبير شركة معاه في هذا المجال حاسس بيا وبيتكلم معايا من خلال القصة دي، لكن سنين كمان درس من الدروس اللي بتعلم إماتة الذات والحكم على الذات يعني أنا طول ما أنا حقي حقي عايز ولازم ماباتش من غير حقي والحاجات دي كلها أنا بعظم في ذاتي. وبالتالي بالتالي اللي بيجري بالطريقة دي ورا حقوقه وراها على طول يجري بقى اللي ورا اللي, اللي مش حقوقه. لانه يعني بيقول لهم انتم ما عملتوش كده ليه لكنكم انتم تظلمون وتسلبون حتى اخواتكم فاللي اللي ما يرضاش بالظلم دايما وفي حاجات في ضروره ان احنا نعمل فيها كده لكن لكن اللي ما عندوش المبدا دوت خالص بتكون نتيجه انه بعد كده هو حقي حقي بعد كده اللي مش حقي كمان عندي السيدنا ناخده الصعيد عندهم مثل يقول لك يا واكل ناسك واكل ناسك يعني يعني حتى قرايبك انت واكل حقهم هنا بيسلب الاخوه لا ده نعرف حاجة بقى مصيبة أكتر في ملاخي ثلاثة بيسلب ربنا بيسلب ربنا يا ربي في ناس تسلب ربنا طب ده مجنون ده ولا عاقل أنا أعتقد أنه مجنون واحد يسلب ربنا يعني أنت رايح مش لاقي غير وزير الداخلية تسرق بيته يا عم طب شوف لك أي حد غلبان تسلب ربنا بيبيعوا المبادئ وبيبيعوا الأخلاقيات المسيحية والصفات المسيحية اللي هي أساس الشهادة ده أنتوا عايشين هنا عشان تبقوا شهادة للمسيح يضحوا بده وما يضحوش بممتلكاتهم المادية الرخيصة الحقيقة بالرجوع لإبراهيم اللي حضرتك تفضلت وأشرت إليه إبراهيم ولوط إبراهيم كان حريص جدا على الشهادة ولما خاض تجربة إنه نزل إلى مصر وحس إن الشيطان كان عايز يحطم الشهادة أول ما رجع رجع إلى نفس المكان إلى مكان المذبح ودعا باسم الرب واستعاد الشهادة حصلت مشكلة من جوه بقى مش من بره العالم يحطم الشهادة لكن الخصومات بين الإخوة برضو هتحطم الشهادة إبراهيم الفطن كان شايف من بعيد الخطر على الشهادة نحن أخوان الكنعانيين حوالينا ما ينفعش إطلاقا إنهم يشوفوا فينا الانشقاقات والمخاصمات والصراعات على امور ماديه احنا سماويين ده ابراهيم اللي كان المفروض دعوته ارضيه حس بالخطر على الشهاده فكان بالحريق احنا اللي احنا فعلا موجودين في العالم ككنيسه طلع عشان نكون شهاده في البعض بيقول يعني تعليم الملك الالف انتم متمسكين بيه ايه اللي ح... المرجوع العملي ان المسيح هيملك وهنملك احنا معاه ايه المرجوع العملي بتخلونا حاجه عملية أو هنا في الأصح ده بيقول لنا المرجوع العملي لما أعرف إن أنا حدين الملائكة وإن أنا حدين العالم ينفع إن أخد أخويا ونروح للظالمين واتحاكم عنده يبقى ستبقى نظرتي إلى الأمور دي ماشي مع صف الرب زي ما قلت إن قابل الظلم بما أن هذه كلها تنحل أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى نعم الحق النظري له مردود عملي التعليم الذي هو حسب التقوى يعني حتى لو واحد من أجل الشهادة ضحى وخسر يمد البصر إلى كرسي المسيح ممكن الرب يعوضني هنا ويا ما بيحصل فعلا الرب بيشوف وبيقدر وبيعوض بطريقة لا تخطر على البال لكن حتى لو ضحيت وأنا مش منتظر تعويض هنا أنا متأكد تمام أن ده سجل في سجلات السماء وأمام كرسي المسيح هتكون المكافأة والمدح هناك بس ده عايزة نظرة إيمان مش النظرة الأرضية العالمية يعني زي ما البشر بيفكروا بيحكموا بيقيموا احنا ناس سماويين وبالإيمان نسلك لا بالعيان بنمسك بالأمور التي لا ترى التي لا ترى أبدية أما التي ترى وقتية ده مش كلام نظري بس بالأسف قليلين جدا اللي هم عايشينه على أرض الواقع معظم حتى المؤمنين حاليا يفتكرون في الأرضيات وسلوكياتهم كلها يكلموا عن الأرضيات اللي فرحهم أمور أرضية اللي زعلهم أمور أرضية لكن ما يحسش بحزن إن في خسارة روحية أو أن المسيح شو أخذ مكانه الصحيح لأن مؤمنين كورنثوس كما فهمنا من أصح ثلاثة أطفال فواضح من الأصحاحات الستة الأولى كثير من دلائل الطفولة الروحية اللي منها مثلا الانشقاقات والخصومات واللي منها في هذا الأصحاح التمسك بالأمور الوقتية الدنيوية البسيطة الأمور المادية وعدم تقبل فكرة الظلم حتى من إخواته على العكس تماما عندما يكون المؤمن ناضج ورجل شركة مع الله يتقبل بكل بساطة احتمال الظلم مثلا يوسف اللي أكثر من مرة يتكلم عنه الكتاب أنه رجل تحمل الكثير من المظالم هنا أيضا لم أعمل ظلما حتى وضعوني في السجن لكن تقبل المظالم بصدر رحم لأنها هنا رحلتنا قصيرة وإحنا السائحين غرباء قاصدين نحو السماء بنتعايش مع الأوضاع المؤقته أنا مش من هنا، وبالتالي مش هبص على حقوقي هنا، هتعايش مع الأوضاع المؤقتة وأغني في حياتي عالماً أني غريب، ذاكراً أنك ربي سوف تأتي عن قريب. الظلم واحدة من أقصى الخبرات البشرية التي يمكن للإنسان اجتيازها هي خبرة الظلم. لاننا كائنات مخلوقه على صوره الله فنحن مدفون في داخلنا القانون الاخلاقي الذي يجعلنا نكره الظلم ونشتاق للعدل وان كانت الولاده الثانيه تعطينا طبيعه جديده تحب البر وتريد ان تفعله اذا فبلا شك كل من ولد من الله سيصبح كارها للظلم بكل اشكاله والمؤكد انه سيرتعد من فكره ان يكون هو ظالما لاي من اخوته هذا ما جعل لهجه بولس شديده في كلامه مع اهل كورنثوس الذين كانوا سيظلمون بعضهم بعضا ويحاكمون بعضهم البعض كما يفعل اهل العالم الذين لم يعرفوا المسيح مخلصاً ثم يختم بهذا التصريح الخطير أن الظالمين لن يرثوا ملكوت الله أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضل لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. في عدد تسعة بيقول أملستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ بالمناسبة احنا فهمنا أن الأصحاح ده مقسوم نصين من واحد ل 11 ومن 12 لأخر الأصحاح. وفي كل قسم بتتكرر كلمة أملستم تعلمون ثلاث مرات. في القسم الأولاني عدد اثنين ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ عدد ثلاثة ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة عدد تسعة أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله عارفين بس يظهر أنهم نسين وبولس بيفكرهم في القسم الثاني برضو بتتكرر ثلاث مرات عدد خمسة عشر ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح عدد ستة عشر أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد ثم عدد 19 أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم يبقى إذن ست مرات لستم تعلمون اللي بيقولوا هنا أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله الله مش هيقف في ظف الظالم على الإطلاق الظالمون لا يرثون ملكوت الله تظلم أخوك هنا وتخسر أبديتك هناك يبقى أنت الخسران في النهاية وبعدين بيقول لا تضلوا كلمة بتتكرر كتير في كلام الروح القدس مع المؤمنين وكأن المؤمن ممكن يضل لا تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة لا تضلوا يا إخوة الأحباء كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عندي أبي الأنوار لا تضلوا فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً يبقى اذا ممكن ان احنا ننحرف ونضل وبعدين يجيب لنا قائمه بشعه من الخطايا بنسميها البرص العشره ما هو في عشر رجال برص وربنا شفاهم فهنا لا زنات ولا عبده اوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتامون ولا خاطفون عشر خطايا بشعة هؤلاء لا يرثون ملكوت الله لكن روعة روعة إنقاذ الله لينا هكذا كان أناس منكم حط القائمة البشعة دي اللي النهاردة بعض التحرريين بيعتبروها مش خطايا بيعتبروها مرض زي أي مرض يعني الشذوذ ده ما فيش مشكلة لكن هنا بيقول لك دول ما يرثوش ملكوت الله ده لو كان شيء طبيعي فكيف لا يرثون ملكوت الله والا الله يبقى ظالم ده اذا كان الله ما بيقبلش الظلم يبقى هو ظالم يا لشر هؤلاء الذين نصبوا انفسهم لكي يوجهوا دفه الايمان المسيحي وحاش لهم كلمه الله تثبت الى الابد وعندنا الكلمه النبويه وهي اثبت عشان كده هكذا كان اناس منكم لكن روعه الانجيل انها بتغير مش بس انك بتقول لك ده حرام وده حلال وما بتدكش قوه، ما ده الناموس عمل كده. الناموس قال لي ما تعملش وما ادانيش قوه. الناموس قال لي امشي وما ادانيش رجلين. النعمه قالت لي طير وادتني جناحين. وعشان كده ما ابعد الفارق بين الناموس والنعمه، هكذا كان اناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح الهنا. المسيح عمل لاجلنا. والروح القدس عمل فينا لأن الخطايا البشعة التي تنتج من الطبيعة الفاسدة ما أكثرها علشان كده في العهد الجديد نقرأ عن أكثر من أصحاح يقدم قائمة لخطايا بشعة روميا واحد بيقدم لنا قائمة لخطايا بشعة كثيرة كورنثوس الأولى ستة أيضا ورؤية واحد وعشرين تمانية بتقدم لنا مجموعة من الخطايا البغيضة التي ينتجها أو تنتجها الطبيعة الفاسدة الردية لكن الجميل كما اشرت يا اخي يوسف لما بيقول في عدد 11 وهكذا كان اناس منكم معقول في ناس كان عندها خطايا من الليسته اللي فاتت وخلصت ايوه على سبيل المثال يعني لما بيتكلم عن الظالمين في حد ظلم وخلص تذكر بيقول ان كنت قد وشيت باحد ارد اربعه اضعاف طيب لو تكلمنا عن الزنات عندنا في كلمه الله اكثر من مثال على زونات خلصتهم النعمة على سبيل المثال السامرية كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك طيب لو تكلمنا عن مثلا عبدة الأوثان هل في عينات في كلمة الله لعبدة أوثان خلصهم نعم مؤمنين تسألونيك كيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي وعلى سبيل المثال أيضا الصارقون هل في صارقون خلصتهم نعمة الله طبعا عندنا مثال في رسالة فيليمون أنسيموس السارق اللي أصبح أخ وأصبح خادم واللص على الصليب واللص على الصليب صحيح العشر لسم وعشرة ديت فيهم خمسة الناس بتعتبرهم كبائر وخمسة ناس بتعتبرهم صغائر خمسة الأولين كل ناس لا وحشين والحقيقة دول منبعهم الدوران في فلك وسن يعني كلهم تلخصوا كلمة عبادة الأوثان لأن حتى الزنا والشذوذ والحاجات دي, دي هو نوع من الاوثان عباده لأنه بتبقى نوع من من ارتباط ووثيق يعني في القصه دي. الكلام اللي من الخمسه التانيين اللي هم الناس بتستقلهم. دول بيتكلموا عن مبادئ عند الانسان. فالسارق يستحل ما ليس له. ما عندوش مبدا يعرف يقول روحه مش بتاعتك. ليس لك. بت... لازم الواحد يتعلم المبدا ده. اذا ما تعلموش هيبقى ظالم زي ما كنا بنتكلم شويه. طماع. الله بيديله مش مكفيه كان الله ما كانش عنده حق انه يعمل دوت عايز اكتر واكتر السكير والشتام دون الدخول في التفاصيل الاثنين ما عندهمش ضبط نفس واحد مستعبد للخمر واحد مستعبد لسانه على راي في واحد ايروسايد قال جمله جميله على يقول لك ما قدرتش اضبط لساني فطلعت الكلمه بكره تقول ما قدرتش اضبط البندقيه فطلعت رصاصه فهم الاثنين بيتكلموا عن ضبط النفس الواحد ما يعرفش يضبط نفسه في هذه الامور ولا خاطفون الوسيله الغايه تبرر الوسيله عنده طب دي هتاذي يعني ممكن لما بتخطف الخطف ده في في نوع من الاذيه للاخر نفسيا او جسمانيا حتى فدايري واحد كل اموره بيدور حوالين نفسه النتيجه انه طماع ونتيجه انه مش دي الحاجات اللي ممكن تخش القائمه لكن نشكر رب انه اي واحد من مشاهدينا ممكن يكون لي نصيب لو عنده نفس الصفات ديت لكن ممكن يكون لي نصيب في الايه 11 أن يكون كان ثم أصبح بمعرفة المسيح. الخطايا دي بتنقسم إلى أفعال وأقوال. وكلاهما له دينونة. ففي رسالة يهوذا عدد 14 يقول لنا عن أخنوخ الذي تنبأ وهو السابع من آدم. عن هؤلاء تنبأ أخنوخ قائلا هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسي ليصنع دينونة. ويعاقب جميع فجارهم على جميع اعمال فجورهم التي فجروا بها، وجميع الكلمات الصعبه التي نطق بها عليه خطاة فجار. فسيحضر كل عمل الى الدينونه، وكل كلمه بطاله سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. والذي قال لا تقتل، وقال لا تزني، قال لا تسرق ولا تشهد بالزور الفكرة أنه الخطية موجهة ضد الله ذاته مش بمقاييسنا إحنا البشرية أو مدى الضرر اللي هيلحق صحيح في بعض الخطايا زي ما هنشوف الجزء الثاني من الأصحاح خطية الزنا يعني الكتاب فعلا بيحذر منها تحذيرات رهيبة في العهدين آه إنما الخطية هي خطية ويتحطوا جنب بعض الشتام مع الزاني مع السارق مع عابد الوسط حلو العلاج يعني كويس ان احنا نتامل في البورص العشره دول او الخطايا العشره لكن جميل برضه هكذا كان اناس منكم كان فعل ماضي اتغيرتم وشكرا لله المسيحيه ليست عقيده اعتقد بكذا واؤمن بكذا المسيحيه حياه بتديني حياة جديدة وإن كان أحد في المسيح فهو خليقة, خليقة جديدة هكذا كان أناس منكم لكن أول حاجة اغتسلتم بالبلد نضفتم في الحقيقة كنا في صورة بس لما عرفنا المسيح نضفنا ناس كثيرة فعلا لما اتعرفوا على المسيح مش كمعتقد لكن لما دخل قلبهم نطفوا نطفوا من كل النواح لسانهم نضف نظراتهم نطفت اغتسلتم بل تقدستم يا بل تبررتم باعتبارها ذنب فاحتاجوا تبرير باعتبارها نجاسه احتاجوا الى غسل بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح الهنا هذا هو العلاج العظيم الذي عمله الله معنا البعض بيفتكر ان التبرير خطوه اولى والتقديس يأتي كمرحلة متأخرة بس هنا بيبتدي تقدستم بل تبرر. تبررتم الاثنين أخذناهم لحظة التغيير لما أمنا بالمسيح الغسل غسل الميلاد الثاني والتبرير تبررنا بنعمته والتقديس لأنه قدسنا بدمه نفسه الاختسال أولا ثم التقديس دي بتفكرنا باللي بيحصل في تقديس الكهنة في سفر اللويين يغسل الكاهن أولا يختسل وبعد أن يغتسل يوضع الدم على شحمة الأذن اليمنى وإبهام اليد اليمنى وإبهام الرجل اليمنى وفوق الدم يوضع أيضا الزي بعد أن حدث معنا غسل الميلاد الثاني تم بالتأكيد التقديس ثم التبريد ناس بتحب الرب مع مجموعة من المؤمنين بكلمة الله بأفكار لأننا بقيت هيكل للروح القدس كل مؤمن حقيقي كده اختشي دي دي مرات راجل ما اقولها اكتر من كده لان ده ملك هيظلوا هما اتنين ده لي روح وده لي روح ده لي جسد وده لي جسد هم التصقوا قال هنري مارتن المرسل الانجليزي للهند ولايران قال الكتاب المقدس يشبه قصرا بناه كثيرون لكن الذي وضع تصميمه شخص واحد. هل تشتهي ان تدخل الى هذا القصر وتجوب فيه وتعرف ما فيه من كنوز؟ بمعنى هل تشتهي ان تدخل الى كلمه الله المليئه بالجواهر والدرر والكنوز لكي تكتشف ما فيها من غنى لا يستقصى في هذا الكتاب العظيم؟ لذلك ندعوك الى هذا البرنامج فاحصين الكتب الذي فيه ندرس الكتاب المقدس دراسه موضوعيه جزءا جزءا من كلمه الله